عسكرية إلى مديرية أمن مساعد ومنفذ السلوم. صنف الهندسة العسكرية يواصل تفكيك الألغام والمفخخات بالقاطع الغربي. ودبلوماسي روسي يكشف هوية ثلاث روس دخلوا مصرات منتحلين صفات حكومية. يواصل صنف الهندسة العسكرية بالمحور الغربي بمدينة بنغازي مجهوداته في تفكيك الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية عقب هزيمتها أمام القوات المسلحة العربية. مفرزة الهندسة العسكرية في المحور الغربي قدمت فتح الثغرات لقوات المسلحة الليبية لتقديم القوات المسلحة الليبية على معقر العدو، خاصة في المناطق في منطقة زكرة وتيكا وأم المبروك وعمارات الصينية وبوابة القوارشة ومخازن السلع التموينية والطريق الرابش، حتى القوات المسلحة العربية الليبية دخلت بهذه الثغرات التي فتحتهن هذه المفرزة الهندسة العسكرية. وكما تشاهدون هذا التلغيم أمامكم من أحد المفخات والأنواع المفخات كي المصادر والحرير والتفجير عن بعد والسبحة وخط السيارات الملغمة. هذا وأثنى أحد سكان منطقة تيكا على مجهودات عناصر صنف الهندسة العسكرية لما يبذلونه من مجهودات لحماية المواطنين من مخاطر هذه الألغام. الشكر والتقدير خاصة لمجموعة الهندسة العسكرية الذين قاموا مجهودات جبارة وكبيرة في إزالة المفخخات من منطقتنا وهي تجمع بوذكرى منطقة تيكا، وهذا الدور كان عظيما وكبيرا. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المهمة التي يقومون بها. وصلت دفعة من الآليات والمعدات العسكرية إلى مديرية أمن مساعد ومنفذ السلوم البري من أجل تجهيز القوات المسلحة المرابطة بالمنفذ الشرقي لما توفره من حماية لعناصر الجيش في مواجهة الاختراقات الأمنية التي تهدد أمن البلاد. في هذا اليوم نحيي كل من ساهم في توفير الإمكانيات لمديرية أمن مساعد من أجل حفظ الأمن والأمان على حدود ليبيا الشرقية، من مدير الأمن السيد عقيد عمران بريك عبد القادر، وأيضا نحيي الأخوة في وزارة الداخلية، سيد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المكلف ووكيل وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية. والآن يعني بدأت هذه الدفعة الأولى من توفير الآليات والأسلحة والذخائر لمديرية أمن مساعد بجميع أقسامها، من قسم بحث جنائي البردي، من مراكز الشرطة، من غيرها من أركان هذه المديرية. الآن وصلت هذه الدفعة الأولى، وبإذن الله هناك دفعات أخرى، وسوف تضع الخطط الأمنية من أجل تأمين بوابة ليبيا الشرقية. وهي قامت وحدة منظومات المراقبة بمديرية أمن بنغازي قامت بتركيب كاميرات مراقبة بمركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي وتفعيلها من أجل تعزيز الحالة الأمنية في منطقة لحيشي التي يقع بها المركز. أكد عضو مجلس النواب علي التكمالي بمداخلة هاتفية عبر قناة ليبيا الحدث بأن العاصمة طرابلس تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن دخلتها الميليشيات المسلحة التي استولت على كافة المرافق وتسببوا في أوضاع مزرية للسكان تمثلت بارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء. نحن في مجلس النواب فتحنا الحوار ولم نجد من يتحاور معنا إلا لكي يحكم أو لكي يتسلط، والميليشيات كما تراها في كل مكان. اليوم أنت تريد خبرا بأن حكومة الغويل قد هجمت على وزارة المالية، والحكومة الأخرى تريد أن تستخلصها، والإنجليز يريدون أن يفعلوا كذا، والطليان يريدون أن يفعلوا كذا، والناس تعيش في ظلام دامس وفي فقر.
التكبالي أوضح بأن الميليشيات المسلحة يريدون حكم العاصمة طرابلس بقوانين ابتدعوها من أنفسهم، وهم لا يتبعون أي ملة ولا دين، مضيفا أن الجيش سوف يقوم بتحرير العاصمة طرابلس وكافة المناطق الغربية كما طهر المنطقة الشرقية من قبل، فضلا عن قيام أهل الجنوب بالانتفاض أيضا. أريد أن أقول للشعب الليبي العظيم الذي تخلص طوال حياته من الذين أتوا لكي يستعبدوه، أقول له أنا أعلم أنكم قادرون على تخليص أنفسكم وأن الجيش سوف يكون ظهيركم، وأريد منكم أن تستعدوا لذلك اليوم لكي تقفوا في الشوارع ولكي تذهبوا وراء الجيش إلى كل مكان يريد أن يحرره، فأنتم الذين ستحررون بلادكم وأنتم الليبيون الحقيقيون الذين سوف تنتصرون على هؤلاء الهمج وعلى هؤلاء الذين أتونا بأسماء لا نعرف من أين أتت وأتوا بالسلاح من الدول التي تؤيدهم كي يستعبدونا. أحييكم وأشد على أيديكم في هذا الزمن الذي أسميه زمن السخرة، وأعرف أنكم سوف تنتصرون والله الموفق. وأوضح بأن طرابلس تركها نوابها وذهبوا وراء حكومة الوفاق المرفوضة، ما يحتم محاكمتهم جميعا، وهم من تركوا مدينتهم والتحقوا بالدواعش أو تعاونوا مع الميليشيات المسلحة، مضيفا أن العاصمة سوف تعود إلى سابق عهدها وتتخلص من كل ذلك بقدوم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس وكافة المناطق الغربية كما طهر المنطقة الشرقية. وانتهى تماما، وليس هناك مؤسسة سياسية كي تقوم بالحوار. كل الذين أرسلناهم إلى الحوار ذهبوا وراء مصلحتهم الذاتية وتركوا مصلحة الشعب المسكين الذي يئن كل يوم ويدخل إلى القصور الحجرية وكل يوم ينحدر إلى هاوية أعمق وأعمق من الأولى. أنا أقول لك يا سيدي وأقولها بصدق أنه ليس هناك الآن في ليبيا من منقذ غير إذا أردنا أن نأتي بالدول الأجنبية كما فعل غيرنا فسوف نقولها، ولكن نقولها أنها للجيش الوطني الليبي. بعد تحرير القطع الغربي من قبل القوات المسلحة من سيطرة الجماعات الإرهابية، لم يتبقى لهذه الجماعات سوى قطع شمال بنغازي لمنطقتي الصابري وسوب الحوت، حيث سيطلعنا الزميل رجب بليبلو عبر رسم توضيحي على آخر المستجدات العسكرية في هذه المناطق. أهلا بكم، نستعرض معكم اليوم أبرز تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري ووسط البلاد أو ما يعرف بسوق الحوت كمعلم في مدينة بنغازي ومتواجد في منطقة البلاد. كما ترون في هذا الرسم التوضيحي تمركز للقوات المسلحة على طول الخط الفاصل ما بين المناطق المحررة وتلك المنطقة، عمليات قنص متبادلة بين القوات المسلحة وبعض المراصد التي تتمركز بها تلك الجماعات الإرهابية في منطقة الصابري. إذا ما لاحظنا بعد ذلك تمركز القوات المسلحة، القوات المسلحة بعد المعارك الضارية التي دارت داخل مدينة بنغازي وعلى إثرها تم حصار تلك الجماعات في هذه الرقعة، نتحدث عن سيطرة كبيرة وهو معسكر الدفاع الجوي الذي يقام بعد الناي الأول في منطقة الثامة. هنا تتمركز القوات المسلحة وأيضا مدفعية الجيش متواجدة في معسكر الدفاع الجوي. هناك إغلاق من الجماعات الإرهابية بالحاويات لطريق البحر، ولكن مدفعية الجيش تقوم باستهداف أي تحركات لتلك الجماعات على طول هذا الطريق. نتحدث أيضا ما بعد ذلك عن نقطة مهمة وهي مدرستي فاطمة الزهراء الانتفاضة. في هذه الرقعة تحديدا توجد مدرستان على خط الساحل تتمركز بها الجماعات الإرهابية وتقوم أيضا بالتسليح هنا وتقوم باستهداف قوات المسلحة. نلاحظ تفخيخ على طول الشاطئ خوفا من أي عملية إنزال بحري تقوم بها القوات المسلحة. أيضا القوات البحرية تقوم باستهداف تلك الجماعات المتواجدة في هذه المنطقة. ما بعد ذلك ننتقل إلى منطقة ما بعد منطقة الزريعية وأيضا الثامة، ننتقل إلى منطقة الصابري
تحديدا، وهي شارع الخطوط، فندق ريجنسي يوجد في منتصف خط الساحلي. في هذا الفندق تتمركز جماعات الإرهابية، مبنى مكون أكثر من 8 طوابق تتمركز به تلك الجماعات، يوجد فيه يعني كمكان تحت الأرض تتحصن به تلك الجماعات وتتخذه أيضا كمخازن للذخيرة وأيضا مستشفيات ميدانية. بعد ذلك قناص النوران الذي كان يستهدف تجمعات القوات المسلحة، أيضا نتحدث عن دشمة موجودة في مستشفى الجمهورية تستعمل كمستشفى ميداني ومكان لتخزين الذخيرة. ما بعد ذلك ننتقل إلى مكان مهم جدا وهو وسط مدينة بنغازي غازي، وهو شارع الشريف، أيضا دار الكتب الوطنية، أبرز المعالم هنا. نتحدث عن مدرسة الأمير التي تقع في منطقة شارع الشريف، توجد بها إحدى الدشن تستعمل كمستشفى ميداني ومخزن للذخيرة. أيضا نتحدث عن عمارة الخليج وقناص عمارة الخليج، القوات المسلحة تقوم باستهداف هذه المنطقة تحديدا سواء بسلاح الجو أو حتى بعمليات قنص من القوات المسلحة. ننتقل محكمة شمال بنغازي، وهي آخر ما تبقى في محور الشمالي وهو في الشمال الغربي تحديدا. توجد هناك أنفاق تحت الأرض تستخدم كنوع أو كمكان للحركة لتلك الجماعات الإرهابية، تتحرك بها إلى ميدان البلدية وأيضا إلى ما بعد سوق الجريد كمكان تحت الأرض، خوفا من قوات المسلحة وعملية الاستهداف التي تقوم بها سلاح الجو بصفة عامة. هذا كل ما يوجد لدينا اليوم عن محور البلاد والصابري، في انتظار أي تقدم جديد ربما يكون خلال ساعات قادمة. دمتم في رعاية الله. اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء مع اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع نازحي تورغا لبحث سبل حصر المشاكل التي يتعرضون لها ومحاولة حلها. هذا وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني وعميد بلدية تورغا. عقد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عقوب المكلف برئاسة لجنة للتحقيق في ملف الكهرباء بليبيا، عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المعفيين من مهامهم بموجب العديد من القرارات، حيث عقدت اللجنة المكلفة اجتماعها الأول من أجل الوصول إلى النتائج التي توضح أوجه القصور والمسؤولية. وأفاد عقوب أن الوقت المخصص لعمل اللجنة هو أسبوع، وهو توقيت غير كاف في ظل وجود العديد من التفاصيل والمعلومات التي تحتاج إلى البحث والتحقيق، كما أكد على أن الباب مفتوح للاستعانة بكل من ترى اللجنة أنه سيقدم إضافة إلى عملها. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعم موسكو لمبادرة الإمارات حول عقد لقاء بين زعماء القوى السياسية الرئيسية في ليبيا. جاءت تصريحات لافروف في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي التي انعقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ووصف لافروف رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فايز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصفهم بأنهم شخصيات محورية على ساحة الأحداث الليبية. يذكر أن المشير حفتر وصالح زارا موسكو في إطار المشاورات التي تجريها روسيا مع كافة أطراف النزاع، حيث أكد لافروف آنذاك على ضرورة إعطاء دور سياسي للمشير حفتر في إطار تسوية الأزمة الراهنة. حذر مصدر دبلوماسي رفيع من سفارة روسيا لدى ليبيا التي تتخذ من تونس العاصمة مقرا مؤقتا لها، حذر من 3 أشخاص روس ينتحلون صفة مسؤولين روس كبار ويتواصلون مع شخصيات وأطراف ليبية رفيعة كممثلين افتراضيين عن الدولة الروسية. وأكد المصدر أن هؤلاء 3 زاروا مدينة مصراتة خلال الفترة الماضية في زيارة استغرقت 2 يوم. كما أكد الدبلوماسي الروسي أن هؤلاء 3 حاولوا التواصل مع قيادات سياسية وعسكرية ليبية من قيادة الجيش
ومجلس النواب في طبرق، ما أدى قطعا إلى افتضاح أمرهم عن طريق صور عن جوازات سفرهم وقاد إلى معرفة هوياتهم. وختم بأن السفارة الروسية في تونس تنصح بألا يرد أي جانب ليبي على طلبات ترتيب أي زيارات مشكوك فيها لوفود أو أشخاص روس دون الحصول على إبلاغ رسمي من الخارجية الروسية في موسكو. سمح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ببيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالساحل الرسمي ليوم الشراء. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمصرف أنه سيتم السماح ببيع 400 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد الأسرة عبر حساب مصرفي فرعي بالدولار من حساب رب الأسرة. كما أشار بيان المصرف إلى توفر الاحتياطات اللازمة لتغطية الطلب المتوقع من العملة الأجنبية لهذا الغرض، كما يمكن للمواطنين استخدام أرصدة حساباتهم الجارية في المصارف بشراء مخصصاتهم من العملة الأجنبية دون الاضطرار إلى الدفع نقدا. من جانبه أرد الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي لاغا رد على البيان الإعلامي للمصرف المركزي بطرابلس قائلا بأنه لن يكون هناك أي تغطيات من قبل مركز طرابلس بالعملة الصعبة لهذه السنة لبطاقات الدفع المسبق الفيزا كارد، وأن سعر الدولار لن يتأثر كثيرا لأن الحوالات الشخصية لا تشكل نسبة تذكر أمام المعاملات الخارجية مثل الاعتمادات المستندية والتي هي السبب الرئيسي بارتفاع سعر العملة الصعبة، مضيفا بأن صياغة البيان واضح بأنها إعلامية تطمينية غير مصرفية لأن أغلب المنظومات المستعملة لدى مصارفنا التجارية لا يمكن لها أن تقوم بتنفيذ ومراقبة الحساب الفرعي، وهذا يعني حرمان عدد كبير من الزبائن من هذه الخدمة. عثر اليوم الخميس على عبوة ناسفة في جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء تبين أنها عملية مفبركة هدفها إثارة الرعب بين الطلاب. وقال الناطق باسم مديرية أمن البيضاء النقيب صلاح الدين القطعاني قال إن وحدة البحث الجنائي بجامعة عمر المختار تلقت بلاغا يفيد بوجود جسم غريب قرب النصب التذكاري داخل الحرم الجامعي، وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الوحدة إلى المكان، ثم تبين أنه عبارة عن علبتين طلاء صغيرتين مملوءتين بالتراب وبهما أسلاك كهربائية متصلة بهاتف محمول عاطل عن العمل. واعتبر أن مرتكبي الواقعة يحاولون بث الرعب بين الطلاب وتعطيل الدراسة في الجامعة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بدأت عمليات التحري للقبض على الفاعل. ناقش أعضاء منتدى تمكين المرأة والشباب في بلدية البيضاء مع تلاميذ التعليم الأساسي وطلبة الجامعات ناقشوا المشاكل التي تواجههم وكيفية وضع الحلول لها، وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي البيضاء. وأشار مدير العلاقات العامة بالمجلس البلدي يوسف القبايلي أن هذا النقاش خلال الجولة التي قام بها المنتدى لبعض القطاعات التعليمية بالبلدية حول مشروع التنمية المستدامة لفئة الشباب بعنوان مشروع تنمية الشباب. اليوم مع منتدى تمكين المرأة والشباب برعاية اليونسف حكينا على مشروع تنمية الشباب، وبعد نقاش عريض مع أستاذ أكرم توصلنا أن احنا نطالب الجهات المسؤولة بتوفير مراكز و لتنمية الشباب ومراكز لتفعيل دور المرأة في المجتمع. نحاول من خلال المشروعات ان احنا نحط نوع من التنمية المستدامة في البلديات،
المشروع يستهدف 4 بلديات بشكل رئيسي اللي هي زوالة وزنتان والبيضة وسبها. أضفنا له مصراتة وبنغازي ودرنة وطرابلس. نحاول من خلال مشروعات أن يعني تكون فيه نوع من التنمية مستدامة في البلديات. جلسنا اليوم، احنا متواجدين في مدينة البيضة، جلسنا مع المجلس البلدي اللي يعتبر الشريك الرئيسي في المشروع، وأيضا مع الفئة المستهدفة اللي هي من 10 إلى 18 سنة ومن 18 إلى 24 سنة. وكان في الأمانة يعني حسن استقبال كبير من قبل المجلس، وأيضا تفاعل كبير من قبل الشباب. نتمنى أن المرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون البرنامج أنضج. طبعا المشروع هذا هو شراكة ما بين منتدى تمكين المرأة والشباب واليونيسف برعاية الاتحاد الأوروبي. نشرتنا مستمرة، وفيها بعد الفاصل: الحرس البلدي يمهل أصحاب المحال التجارية في بنغازي أسبوعاً لاستخراج الرخص. نحن جنودنا وحتى القوى الساندة كانوا استوعبوا القتال بسرعة وقاموا بعمل يعجز عنا أقوى المقاتلين في الدول الأخرى. لعلمكم أن جنودنا اللي قاتلوا في بنغازي، بنغازي هذه ستدرس في التاريخ، لأن ما فيش مكان تعرض لخطر مثل ما تعرض بنغازي. ولكن نحن لم نرضى أن نعلن أن هذه المدينة تحررت تماما إلا بعد ما إزاحت هذه الغمة تماما، حتى لا يبقى من ينغص على حياة مواطنين. أهلا بكم من جديد. قال رئيس قسم المراجعة والتدقيق الشرعي بمصرف شمال إفريقيا فرع بنغازي شعبان بوشافة، قال إن المصرف يفتقر إلى عديد الاحتياجات التي تؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين. أهم احتياجات المصرف عند نقص حتى في المبنى، لأنما سبب الحدث دي مبلغ في السقحوت، والإدارة المنطقة الشرقية أعطونا جزء من مكاتب قلنا نشتغل بينا كفرع، وعندنا نقص حتى في الأزلزة وفي سبب الأزلزة أن إدارة طرابلس الآن موقوف علينا المصاريف، وعندنا نقص حد في الموظفين ونقص حد في الأدوات. اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة يوم الأربعاء لمناقشة الوضع العام لشبكة الكهرباء في مناطق ليبيا عامة، وعلى وجه الخصوص مناطق الجنوب والشرق الليبي وعلى رأسها الجبل الأخضر. واستعرض اللقاء المشاريع القائمة والمتوقفة التي ساهمت في ضعف أداء الشبكة العامة، وكذلك التعرف على المشاكل ووضع الخطط السريعة لمعالجتها عن طريق مدة زمنية مدروسة بين 3 إلى 4 أشهر لحل مشكلة الكهرباء بنسبة 90%، حيث تمت الموافقة على التواصل مع الشركات العاملة سلفا في هذه المحطات والمتعاقدة مع الدولة الليبية لصيانة الأعطال وكذلك التطوير في أداء الشبكة واستكمال المحطات المتوقفة. اجتماع الهيئة العامة للكهرباء مع المدراء العامون ومدراء محطات الإنتاج، نحاول بقدر المستطاع اليوم نحكوا عن المشاكل اللي سايرة في هذه المحطات، ونحاول كيف نحلوا المشاكل، لأن مر علينا كم فصل شتاء انقطاعات ومشاكل في الشبكة، نحاول كيف نواجهوا شتاء ممكن الآن مر، نحاول كيف نعالجوا الانقطاعات في فصل الصيف القادم إن شاء الله شهر رمضان القادم، وكذلك الشتاء القادم في نفس الوقت. نحن الآن بنعد خطة نسميها خطة 100 يوم أو 3 شهور من أجل قدر المستطاع نقضي عليه
شيء اسمه افا بكامل الشبكه او التقليل منه بدل 6 ساعات 5 ساعات الى ساعه ساعتين. والان جميع الجهود قاعده متواصله، اخوتنا الحمد لله جو مدراء العمون من مدينه طرابلس عندنا جميع محطات الانتاج على مستوى المنطقه الشرقيه والجنوبيه الان حتى هم معنا، نحاول بقدر المستطاع ان نقدموا خدمه لمنطقتنا وبالذات سواء في المنطقه الشرقيه او في الجنوب. يعني الاجتماع هذا مختص بالمنطقتين هذين لان اكثر منطقتين في مشاكل فصل الشتاء وكذلك الجنوب وفصل الصيف. اجتماعنا اليوم بخصوص عمل برنامج عمل معين لمواجهه احمال فصل الصيف القادم، نحاول ان نديروا خطه طارئة، خطة عاجلة لتنفيذ مشروعات ومعالجة بعض الاختناقات اللي خاصة شرق ليبيا وجنوب الليبي توجد بعض المشاكل وتوجد بعض الصعوبات. اجتمعنا اليوم لعمل خطة عمل 100 يوم لمعالجة هذه المشاكل والقضاء عليها. موجود كل الخبرات من الشركة العامة للكهرباء، مدير المشروعات ومدير الانتاج ومدراء المحطات ومجموعة من المختصين في مجال الكهرباء. نحاول أن نديروا برنامج عمل بحيث أن نواجه الظروف الصعبة التي تواجه فيها الشركة والشبكة العامة. منح جهاز الحرس البلدي أصحاب المحال التجارية في مدينة بنغازي أسبوعاً لاستخراج التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية، وأصدر مدير الفرع أنيس العرفي تعليماته لرئيس غرفة عمليات شرق بنغازي العقيد عيسى الدرسي بضرورة استخراج تراخيص للأنشطة التجارية. وبدوره كلف الدرسي دوريات للمرور على المحلات التجارية بمنطقة سلمان الشرقي للتفتيش على الرخص وإخطار المخالفين بضرورة استخراج الرخص للنشاط التجاري. يذكر أن جهاز الحرس البلدي منح المخالفين مهلة لاستخراج تراخيص وشهادات صحية، حيث أن التعليمات صدرت بإغلاق أي محل مخالف بالشمع الأحمر بعد انتهاء المدة الممنوحة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير جهاز الحرس البلدي ببنغازي أونيس العرفي. بداية سيد أونيس أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. منحتم أصحاب المحلات التجارية أسبوعا وذلك لأنهم مخالفين في حالة المخالفة، بداية ضعنا في تفاصيل أكثر حول هذا القرار والإجراءات التي سوف تتخذ حيال المخالفين. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة إلى كافة العاملين بقناتكم الموقرة قناة ليبيا الحدث. نعم. إلى السادة المشاهدين والسيدات، بالنسبة للمهلة هذه سبق أن أعطينا مهلة ونشرت كافة وسائل الإعلام. نعم. لجميع المحلات التجارية في مدينة بنغازي. نعم. وكانت في شهر 9/2016 وأعطاهم مهلة 30 يوم لاستخراج التراخيص. نعم. ثم أصدرنا تعليماتنا بعد ذلك لكافة المراكز وغرفة العمليات بالفرع بأن يقوموا باتخاذ أشد الإجراءات القانونية في حالة ربط أي مخالف أو غير ملتزم باستخراج التراخيص في هذه المدة المشار إليها. نعم. المهلة الأسبوع اللي تحدثت حضرتك عنها هي طبعا أعلن عنها بالخطأ أو طريق الخطأ. نعم. طبعا من خلال تعليماتنا باتخاذ الإجراءات القانونية تم إعداد حملة على المحلات من قبل غرفة شرق بنغازي. نعم. وضبطت عدة محلات في نطاق الغرفة اللي هي في السلماني، وتم إعطاهم مهلة من قبل رئيس الغرفة طبعا. طيب. ولا تنطبق هذا المدة أو الإعلان على جميع المحلات في مدينة بنغازي. هذا إجراء. طيب، هل تم تحديد غرامة معينة في حال تكرار المخالفة؟ حاليا الغرامات المالية غير مفاعلة لأن فيها أمور أخرى مالية وحساب الجهاز غير مفاعل في مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي. نعم. فهي لا زالت قيد الإجراءات، لكن هناك إجراء قانوني آخر هو إحالة النيابة العامة أو قفل المحل يعني. طيب، ماذا عن تسهيل الإجراءات الخاصة لاستخراج الرخص للتجار؟ طبعا الإجراءات احنا ما عندناش اي جانب يخصنا فيها، لا كلها شهور مكتب الرخص في مدينة بنغازي. نعم نعم. وطبعا في السابق اجتماعنا مع السيد رئيس مكتب الرخص في مدينة بنغازي للاطلاع على مدى استعداده لاستخراج الترخيص بعد انتهاء المهلة المشار إليها، فأبدى استعداده بأنه هو
مكتب الرخص مفتوح امام الجميع ويسهلوا في الاجراءات. وفي حتى مشكله كانت فيها في الضرائب، مكتب الضرائب بعيد عن مكتب الرخص، تم نقله من قبل بلديه بنغازي بالتعاون مع بلديه بنغازي الى نفس المقر اللي فيه مكتب الرخص، تسهيل للمواطن الاجراءات. يعني ما فيش اي مشكله باستخراج الترخيص حاليا. نعم، اشكرك أونيس العرفي مدير جهاز الحرس البلدي ببنغازي، شكرا جزيلا لك. قامت بلدية بنغازي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع الاستقرار في مدينة بنغازي، قامت بجلب عدد من مولدات الكهرباء التي ستوزع على المستشفيات داخل المدينة، وذلك لسد حاجة المستشفيات. يذكر أن بلدية بنغازي قد قامت بإزالة السواتر الترابية بالتعاون مع شركة الخدمات العامة وبحضور لجنة حصر الأضرار بطريق طرابلس ومنطقة جريونس، حيث تعمل اللجنة على حصر أضرار المنطقة تمهيدا لفتح الطريق قريبا. اجتمع عميد بلدية درنا حمد مفتاح بمقر البلديات المؤقت ببلدية البيضاء بشركة الخدمات والطرق السريعة، وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع تناول الإسراع بإنجاز محطات وقود درنا وكرسة، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى الخاصة بالبلدية. اجتاحت سيول متدفقة في غات المناطق الزراعية القريبة، الأمر الذي أبدى حياله الناس تخوفات على مزارعهم الحقلية ومحاصيلهم الموسمية، كما أدت هذه السيول إلى غمر الشوارع بالمياه، حيث واجهت الناس صعوبة بالغة في الحركة. في المقابل نظر البعض لهذه السيول والوديان المتشكلة في الصحراء على أنها مشهد جمالي لا يحظى الكثيرون برؤيته دائما، فتكاد تكون هذه المرة الأولى التي تداهم فيها السيول المطرية صحراء الجنوب. تشهد محطات الوقود في منطقة الجميل غرب العاصمة طرابلس ازدحاما كبيرا من المواطنين لتزويد سياراتهم بالوقود الذي تسبب نقصه في تقليل حركة المركبات في الشوارع، وعرقل انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الوقود عملها، حيث تلجأ بمثل هذه الحالات إلى مولدات على أمل تجاوز الأزمة بدورهم، وبدورهم طمأن القائمون على محطات الوقود أهالي الجميل بأنه متوفر، لكن تجاوز الأزمة يحتاج إلى تفهم ونظام. نظم مكتب النشاط بقطاع التربية والتعليم ببلدية الزنتان أمس الأربعاء، نظم نشاطا رياضيا يتمثل في العدو الريفي لطلبة مرحلتي الإعدادي والثانوي. وأفاد المشرف العام على الأنشطة الرياضية بمكتب التعليم بالبلدية عبد الفتاح الشيبي أن عدد المدارس المشاركة 14 مدرسة لمرحلة الإعدادية وخمسة مدارس للثانوية. وأضاف الشيبي أن مسافة السباق لمرحلة التعليم الإعدادي 2 كيلومتر و3 كيلو متر لمرحلة الثانوية، منوها إلى أن عدد المشاركين تجاوز 200 طالب أو أكثر. بالنسبة للمشاركة طبعا بدت متأخرة طبعا لقلة الإمكانيات، ولكن مع هذا نشكر الأستاذ المبروك مدير شؤون التربية والتعليم حاول تشجيعنا وسمح لنا البدء بالنشاط الرياضي، وما بدينا به هو العدو الريفي. طبعا المشاركين في المدارس الإعدادية كانت 14 مدرسة، وكان في المدارس الثانوية 5 مدارس. طبعا عددهم الكامل ممكن ما يقارب ال 500 طالب او 500 وبعض الحاجات. بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي، سلم آمر منطقة الكفرة العسكرية وعميد البلدية مقر المنطقة العسكرية بالكفرة إلى إدارة جامعة بنغازي فرع الكفرة. ويأتي القرار من أجل تحويل المقر ليكون مدينة جامعية بكل مرافقها وكلياتها للمساهمة في بناء هذا الصرح العلمي، والتي تقدر مساحته بحوالي 95 هكتار. هذا وتمت مراسم التنازل بقاعة التاج
بحضور مجلس الحكماء والأعيان وإدارة الجامعة وجمع غفير من الأهالي، حيث أعلن عميد البلدية المبروك الغزوي عن تخصيص 50,000 دينار للجامعة لغرض صيانة المنشآت المشيدة بالمقر. اختتمت بمدينة سبها أعمال الورشة التدريبية حول محو الأمية القانونية للمرأة، والتي نظمها الاتحاد النسائي بالجنوب مع ائتلاف القانونيين في سبها بدعم من المجلس الدنماركي لإزالة الألغام. وتهدف الندوة إلى توعية المستهدفين بحقوق المرأة ووضعها القانوني على كافة الأصعدة، كما تهدف إلى تقديم تقييم عام للمواد المتعلقة بالمرأة ومدى مواءمتها للواقع المعاش، كما تهدف إلى تبصير النساء بحقوقهن القانونية وما يمكنهن تحقيقه من مكتسبات خلالها. نظمت مجموعة من الطالبات بالمعهد الصحي ببلدية الجميل ندوة علمية توعوية حول بعض الأمراض الفيروسية بهدف تثقيف المجتمع وزيادة الوعي الصحي لدى الناس. هذا وتمحورت الندوة حول طرق الوقاية والعلاج من هذه الأمراض. قمنا اليوم بإعداد برزنتيشن تام وضحنا من خلاله أسباب انتشار بعض الفيروسات اللي قاعدة تنتشر في ليبيا. كانت الفكرة أساسها الدكتور علاء حرب اللي كان الدعم الأساسي في وجودنا اليوم. كنا في جامعة عادية ففكرنا نديروا ندوة توعوية نظرا لانتشار بعض الأمراض الخطيرة وقلة الوعي الصحي، فحاولنا نرفع من مستوى الوعي الصحي في البلاد. ركزنا على نوع من الفيروسات الخطيرة اللي هو فيروس هيباتيتس سي أو الالتهاب الكبدي الوبائي، لأنه بيصيب طبعا أكبر غدة في جسم الإنسان وهي الكبد. حاولنا نركز على الأعراض وأسباب انتشارها في ليبيا. طبعا لقينا بعض الأسباب اللي احنا صدمتنا بشكل كبير. أول سبب طبعا لقينا كثرة العمالة الوافدة اللي قاعدة تدخل البلاد من دون فحوصات أو كشوفات طبية. لقينا السبب الثاني عيادات الأسنان اللي قاعدة طبعا تمشي لها أغلبية الليبيين يمشوا لها ومش عارفين شنو اللي قاعد يصير فيها، فأغلبية عيادات الأسنان لقيناها غير مدعمة بأجهزة تعقيم عالية الكفاءة. سوء التعقيم بالمستشفيات أيضا لقيناه سبب رئيسي ثاني، وقلة الوعي الصحي ومستوى الوعي الثقافي حتى هو متدني بشكل كبير في ليبيا. فحاولنا نركز على هذه الأسباب، حاولنا نوعوا الناس واعطيناهم طبعا فكرة بسيطة عن هذا النوع من الفيروسات. الفيروس هذا طبعا ما عندهش لقاح، لحد الان ما اكتشفولهاش لقاح، فهذا السبب اللي يخليه طبعا اكثر خطوره. الحمد لله لقينا تجاوب من قبل الطلبه، ونشكر هذه الثانويه اللي هي ثانويه 17 فبراير بريكدالين على التجاوب معنا، ونشكر ايضا المعهد الصحي لانه كان السبب الاساسي في وجودنا اليوم. ومن الاخبار المحليه ننتقل بكم الى الاخبار الدوليه، حيث أعلنت إيطاليا إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول إفريقية عدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى البلاد. وقال الوزير الخارجي الإيطالي أنجلينو ألفانو في مؤتمر صحفي بأن الصندوق من شأنه مواجهة تهريب البشر والهجرة غير المتحكم فيها، مضيفا أن الهدف الاستراتيجي هو تأمين الحدود الخارجية والتعاون مع الدول في الجانب الآخر من البحر المتوسط لمنع الهجرة من هناك. وأوضح ألفانو أن الصندوق سيتعاون بصورة خاصة مع ليبيا وتونس والنيجر، ويخطط لتوسيع التعاون مع دول إفريقية أخرى مستقبلا على أن يشمل نيجيريا والسنغال وإثيوبيا. قال الجيش السوري اليوم الخميس إن تقدمه في الآونة الأخيرة أمام تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي مجرد نقطة بداية لمزيد من العمليات لطرد مقاتلي التنظيم وتوسيع هيمنة قوات الحكومة في المنطقة. وذكرت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات والحلفاء تمكنت خلال عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة
شمال شرق حلب، وأضاف أن الإنجاز خلال العملية العسكرية في ريف حلب الشرقي يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتوسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية. أثنى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على المشاركة المصرية المتميزة في مهرجان الثقافة والتراث السعودي الجنادرية. جاء ذلك خلال تفقد العاهل السعودي أروقة الجناح المصري بالمهرجان، حيث تحل مصر ضيف الشرف على الجنادرية هذا العام. وكان الملك سلمان قد حضر فعاليات الدورة 31 للمهرجان بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم. ونقلت مصادر صحفية عن مصر في بيان عن وزارة الثقافة المصرية أن الملك السعودي بدأ جولته في أجنحة المهرجان بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري بالرياض ناصر حمدي والعديد من المسؤولين المصريين والسعوديين والوفود الإعلامية والصحفية. وافق مجلس العموم البريطاني بغالبية كبيرة أمس الأربعاء على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث وافق 498 نائبا مقابل 114 على مواصلة دراسة مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلا اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون بداع من الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تعزيزات عسكرية إلى مديرية أمن مساعد ومنفذ السلوم. صنف الهندسة العسكرية يواصل تفكيك الألغام والمفخخات بالقاطع الغربي. ودبلوماسي روسي يكشف هوية ثلاث روس دخلوا مصرات منتحلين صفات حكومية. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.